السلام عليكم، هانية اقتصادية. اليوم جبت لكم باندومي ولا خبز التوست. هاد الباندومي واش فيه المقادير؟ واش عندنا في هاد الباندومي؟ عندنا 2 كيلات فارينة، كيلة قيس خاصها ان دوا حليب، عندنا قيس 3 ملاعق ماغارين، عندنا قيس 2 ملاعق سكر، ملعقة خميرة، وعندنا الملح. نعودو، عندنا 2 ميزور دو فارين، عندنا 1 ميزور دو لي مونك ان دوا، عندنا 3 كويير دو مارغارين، 2 كويير دو سكر، 1 كويير دو فلور دو ليفور بلونجير، دو سال. اون فا كومونسي، نبداو طريقة التحضير. نديرو الفارينة تاعنا، نديرو الخميرة، عندنا السكر، وعندنا الملح، نخلطو هاد المقادير ونديرو الحليب. الحليب يكون دافي، ما يكونش بارد. نخلطو معليش نبدا نخلط هاك ومن بعد نستعمل يديا. نوريك كيفاش ساهل، ما فيهش خدمه، ما فيهش تعب، خفيف. خبز ديري في الدار، ديري به لي توست الدراري، ديري به هلال دي ساندويتش. نستعمل يدي، هاي البلاطينه كما قلت لكم، كما قلت لكم هاي ليك. نعجنوها شويه، ندلكوها، ندلكوها شويه، دوك نوروها لكم على الطبق تبدلي ندلك. هاي العجينه تاعنا، دوك ندلكوها شويه، ندلكوها شويه، وهذوك 3 مغارف تاع الماكاري اللي قلت لكم دوك ندخلوهم بالعقل في العجينه. هادا دوك ندخلو الماكاري تاعنا، نبداو ندخلو الملعقة الأولى هادا ونعجنو. لازم تدخل مليح في العجين تاعنا، ما تخافوهاش كي تشوفوها انطلقت ما عندها حاجة. عاونوها بشوية فارينة وعاودو ليموها. هي اللي عندها البيتخا ديرها في البيتخا، تجيها سهلة العملية باش دخل لها الزبدة، واللي ما عندهاش دير باللي كاين. هنجيب لاسباتول، هدا تسهل لنا العملية تاع العمل تاعنا. هدا نديرولها شويه فارينه ونسيو نليموها. هاي ديك هكذا تدخل هذيك الزبده تدخل في العجينه تاعنا، وتعطي لها ثاني طراوه، زيد تطرى هكذا. نكمل ندخل الزبده تاعنا ونولي لكم. هاي ديك العجينه تاعنا كي دخلنا لها هذيك الزبده كيفاش جات، قلت لكم ما تخافوهاش. دخلوا الزبده واستعملوا دائما هذا النوع من لي سباتول هادوما باش تقلعي الزبده هذيك كي تلصقلك في الاخرى في الجفنه ولا هادو، راهم ملاح يعني ويساعدوا في العمل. هاي لك، هاي كيفاش راهي العجينه تاعنا. دوك نديروها، شوفوا كاش جات، نديروها في الصحن باش تخمر هكذا، نغطوها نخلوها تخمر ونقول لكم كيفاش نديروها في المول باش تطيب. هاوليك الخبز تاعنا بعد ما خمل، دوك هاتيك نورو لكم كيفاش نخبزوه، كيفاش نشكلو البوده تاعنا. نديرو شويه فرينه، نحيو العجينه، هايك شوفو كيفاش جات ما شاء الله، ونحكموها كيفاش نديرولها باش ندخلوها هذا لداخل.
هكذا باش كي نديروه في المول تاعنا ما يجيش معوج. ها هاي لك، هاي جات ما شاء الله العجينه، هاي لك هكذا، هاي لك نحكموا المول تاعنا ندهنوه. انا هذا تاع الكيك هذا ماشي تاع الخبز، هذا تاع التوست، هاي تاع الخبز تاع التوست يجي مول كيما هذا، فيه جوج تقابيله لقيتو، لقيتو تحب تقدروا تشروه تقدروا، يعني راهو شويه غالي في السومه، راني قلت هذا بصح تقدروا، يعني فيه جوج تقابيل هنا من تحت، وفيه الغطاء يتغطى، فيه الغطاء تاعو يتغطى، هاو يتباع يعني. واللي ما عندهاش تقدر دير هذا، واللي عندها تاع زجاج، انا اللي درت هذا بصح اللي عندها تاع زجاج تقدر ديرو. هاد العجينه جابها ربي جات شويه كبيره، خاطرش لازم العجينه تاعنا كي نديروها في المول تكون نص تاع المول، هكا تكون لازم، ما لازمش تكون طالعه على النص، خاطرش دوك هاد الخبز تاعنا دوك نزيد ونخلوه يخمر باش نديروه يطيب، هكذا لازم تجي. هاو كيفاش تجي، لازم تخلي النص تاعها. ها انا هاي جاتني كبيره، راني نخليتها دوك نديرها طيب وحدها، هاي لك لازم هكذا هكذا، وتحطيه يخمر حتى تشوفيه طلع وديريه يطيب، ومن بعد تدهنيه. دوك هنا كي درناه ندهنوه بالحليب، الوتش تاعو ندهنوه بالحليب هكذا، هاي لك كيفاش نديرو له الخبز تاع بان دومي، يجي ما شاء الله. هاي ليك دوك نزيد نحطوه نغطوه ونخلوه يخمر، من بعد نطيبوه ونوروه لكم طبق التقديم. الفوق 180 درجة، عند وقت الطياب 45 دقيقة، 50 دقيقة. نتلاقاو في طبق التقديم نوروه لكم كيفاش جا. هاوليك الخبز تاعنا كيفاش جا، هاوليك هذا قطعته، هاوليك هذا، هذيك الاخرى اللي درتها صغيره، وهذه كنت درت من قبل شويه في وحده طويله، وهذه هي هذيك الصغيره اللي نحيتها وريتها لكم، هاي اللي جات خبيزه صغيره الدراري اللي يحبوا الدراري الخبز. هاو الخبز تاعنا كيفاش جا، هاوليك شوفوا شوفوا كيفاش جا الداخل، هاو ها جا ما شاء الله، جا يعني ما نقولكمش لو كان راكو تشموا ريحته كيفاش جا، كيفاش ريحته راهو يعني عبقت الكوزينه، يعني جا ما شاء الله. نقول لكم هذه هي الخبز تاعنا تاع اليوم، ديروا لنا اشتراك، ديروا لنا لايكات، ونتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى مع هنيه اقتصاديه، والسلام عليكم.